ازيكم، معاكم ايليا امير. امبارح انفينكس اطلقت انفينكس هوت 5 وانفينكس هوت 5 لايت. في الفيديو ده هقول لكم رايي فيه. انا ايليا امير ودي مراجعه انفينكس هوت 5 وهوت 5 لايت. خليكم معانا. اول حاجه هنتكلم عليها التصميم. التصميم بتاع الهوت 5 جاي مشابه جدا من الواجهه الخلفيه لتكنو كامون سي اكس اير، مكان البصمه والكاميرا والفلاش، وده اللي يعتبر احسن بكتير من الهوت 4. وبرده نفس النظام في الهوت 5 لايت، بس طبعا من غير البصمه. امام الواجهه الاماميه فالاتنين من فوق وتحت هتلاقي سماعات ديراك سبيكرز، ومن فوق هتلاقي الكاميرا الاماميه والسنسور. المره دي مفيش فلاش امامي زي الهوت 4 والهوت 4 لايت. ومن تحت مش هتلاقي ولا الباك ولا الهوم ولا المالتي تاسكينج. المره دي هحطهم في الشاشه، ده اللي يعتبر تقدم احسن شويه عشان التانيين كان شكلهم بدائي جدا. ومن على اليمين هتلاقي زرار الباور وزرار التحكم بالصوت، ومن تحت طبعا المايك ومدخل الشحن، ومن فوق هتلاقي 3.5 هيدفون جاك. ومن على الشمال مش هتلاقي اي حاجه. ورايي في التصميم انه احسن من الهوت 4 والهوت 4 لايت بمراحل، التاني ما كانش فيه اي ابداع خالص. نروح بقى للشاشه. بعد كده نتكلم على الشاشة. الشاشة في الانفينكس هوت 5 وهوت 5 لايت بتيجي بمقاس 5.5 بوصة بدقة 1280x720 يعني اتش دي، و 267 بكسل في كل بوصة، وده اللي مفيش اي تقدم يعني عن الهوت 4 والهوت 4 لايت اللي قبله. نتكلم بقى عن الاداء. التليفونين بيجوا بميديا تك انتي 6580، وده اللي يعتبر بيدي اداء ضعيف مقارنه ببقيه التليفونات اللي في سعره، وبيجي بتردد 1.3 ومعالج رسومي مالي 400، وده اللي مفيش اي تطور عن الانفينكس هوت 4 والهوت 4 لايت اللي كانوا قبليهم. ودول هيدوك اداء يعني متوسط ولا ممتاز ولا ضعيف. بعد كده نتكلم عن التخزين. التخزين في الهوت 5 جاي 16 جيجا مساحة داخلية مع 2 رام، أما الهوت 5 لايت مساحة داخلية 16 جيجا مع 1 رام، ودول يعتبروا تخزين كويس جدا بالنسبة للسعر ده اللي هنعرف فيها بعد شوية. وطبعا مع إمكانية إنك تدخل كارت خارجي لحد 128 جيجا. نيجي بقى للكاميرا. مفيش فرق خالص في الكاميرا ما بين الهوت 5 والهوت 5 لايت، واللي برضو مفيش فرق عن اللي قبلهم الهوت 4 والهوت 4 لايت. الكاميرا الخلفيه 8 ميجا بكسل والكاميرا الاماميه 5 ميجا بكسل، واللي كانوا بيدوا اداء كويس جدا، وطبعا مع تصوير بدقه فول اتش دي، ده اللي يعتبر كويس جدا بالنسبه للسعر ده اللي برضو هنقوله بعد شويه. نيجي بقى لاحسن حاجه في التليفون ده وهو البطاريه. البطاريه جايه مهوله جدا 4000 ملي امبير، والتليفون كده هيقعد معاك وقت طويل جدا يعني يوم او يومين، ومع خاصية الشحن السريع. وبعد كده بقى نتكلم عن الواجهة بتاعته وحبة المميزة. الواجهة بتاعته جاية اكس او اس اللي ملهاش اي علاقة بالاندرويد الخام، واندرويد نوجا 7.0. وميزة فيه انه بيدعم الجيروسكوب، يعني رخيص وبيدعم الجيروسكوب. نرجع بقى اللي يخليني اشتري التليفون ده وميزه عن اللي قبله الهوت 4. تشتري التليفون ده لو عايز كاميرا ممتازة وتصميم كويس جدا وسماعات نقية وجودة عالية، اما لو عايز تشتري الاداء فمنصحكش بيه عشان في حاجات بنفس السعر وتعتبر احسن في الاداء زي شاومي ريدمي 4A او شاومي ريدمي 4X 16 جيجا. والتليفون بيجي بسعر 2100 للهوت 5 و 1700 للهوت 5 لايت، دي تعتبر اسعار كويسه جدا للمواصفات اللي بيقدمها. وهسيب لكم طبعا رابط الشراء تحت الفيديو في الديسكربشن، ما تنسوش تشتروا منها لو عايزين عشان ده بيدعمني بنسبه بسيطه، وطبعا انتم مش بتدفعوا اي حاجه زياده. ده كان الفيديو بتاع النهارده. قولوا لي رايكم في الكومنتات في الاضاءه، ما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان كل الناس تشوف الفيديو، وتشتركوا في القناه عشان في محتوى كويس جدا جاي. شكرا انك شفت الفيديو لاخره، وسلام.